اليوم جينا نعملوا هذه الوقفة قدام البرلمان الأوروبي باش نسمعوا صوت الشعب الصحراوي، نسمعوه نطالبوا من البرلمان وقف الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية والتسوية وضعية الصحراء الغربية من ناحية من ناحية طرد الاحتلال والاستقلال التام. إذا نحن نطالب بالاستقلال نطالب بالاستقلال ونطالب من الأحرار العالم بالبرلمان الأوروبي يتدخل لوقف هذا الاحتلال، يوقف مع القضايا العادلة. والآن جينا كمان نتضامنوا مع أخوتنا فلسطين في غزة، لأنهم كمان يتعرضوا لهذا القتل والاضطهاد. نطالب من المجتمع الدولي توقيف هذه المهزلة وهذا القتل الوحشي الجماعي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.